أضحت اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم النهاردة الحقيقة حلقة كان نفسي أتكلم فيها من فترة، لكن كان بيحصل فيه شواغل بالنسبة للحكاية دي، ألا وهي التهاب العصب السابع والخامس والتفرقة بينهم، سواء كان في سبب الإصابة، طرق العلاج، وهل في شفاء كامل للحالات دي ولا لا. يمكن هنبدأ بالعصب السابع لأنه هو أكثر انتشارا من العصب الخامس. العصب السابع ليه أكثر من وظيفة، أشهر الوظائف دي كده اللي هو بيتحكم في حركة عضلات الوجه، خاصة منها اللي هو العضلة اللي بتقفل العين، العضلة اللي بتحرك الشفايف. جزء تاني منها أو من العصب ده بيمد اللسان بالإحساس للتذوق في النص اللي في الاتجاه بتاعه، يعني النص اليمين بدي نص اللسان اليمين للتذوق، وناحية تانية العكس. وجزء من العصب ده بيدي الغدة الدمعية اللي في العين. العصب ده مشهور جدا ان بعض الناس بتصاب بيه وبيهملوا فيه لفترة، سواء كان في اول العلاج او في اخر العلاج، وما بيكملش احيانا، واحيانا بيزهق من طول فترة العلاج. في الاخر المريض بيبقى عنده اثر الاصابة بالعصب السابع، سواء كان الاثر ده بسيط او كبير. طيب اشهر حاجات بتخلي العصب السابع ده يلتهب اللي هو التعرض المفاجئ لنزلات البرد او تيار هواء برد مفاجئ. انا خرجت من مكان دافي طلعت البرد فجاه، او ركبت عربيه وشباك جنب مفتوح 5 دقائق او 10 دقائق، او فجاه صحيت من النوم فغسلت وشي بميه ساقعه ككل، وانا مش متعود على كده. الكلام ده بنحذر منه خاصه في ايام البرد اللي احنا فيها دي شويه، ان بعض الناس مش متعوده انه يصحى من النوم يغسل وشه بميه ساقعه، فجاه كده يقوم يحصل له بالعصب السابع. في بعض الاسباب التانية زي التهاب الزور، التهاب الاذن، واحيانا بيعمل برضو نفس الكلام اللي هو العصب السابع. ده اشهر حاجه. في حاجات تانية لو لا قدر الله بقى في بيبقى جزء من الاورام في العصب السابع والثامن مع بعض داخل المخ. في معنى اتصال؟ معنا ام هشام من المنيا، اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، الله يخليك. انا اتفضلي حضرتك. الحمد لله. معلش يا دكتور، انا من فتره كده يعني بتاع 4 سنين كده كان ظهري تعبني جدا، واكتشفت جابلي التهابات. بس من بعدها في منتصف الظهر كده يعني من تحت خالص حضرتك بحس بالم شديد مع نغزه جامده في ارتفاع ورك اليمين. تمام. حضرتك ما تخبطتيش؟ مش لاقي اي علاج ومش عارفه اعمل ايه يعني. طيب حضرتك ما تخبطتيش مثلا؟ ما وقعتيش؟ نعم. ولا اتخبطتي ولا وقعتي ولا شلت حاجه تقيله ولا حاجه؟ لا ابدا ابدا خالص حضرتك ابدا. طيب وزنك معدل 100 ولا حاجه؟ لا وزني يمكن 64. 64. طيب حضرتك اخذت علاج فتره 4 سنين دول كده؟ ايوه اخذت فتره سنه كامله علاج بس ما جابش نتيجه، فانا توقفت عنه يعني ما كملتوش. طيب. بس الان يعني لما بنام على ظهري واجي مثلا اتحرك انام على جنب اليمين او جنب الشمال ما بقدرش ابدا ان انا ارفع جسمي. ما عملتش اشعه؟ الم شديد وبنغزه جامده. طيب حضرتك ما عملتش اشعه ولا حاجه؟ ما انا عملت اشعه بقول لحضرتك من 4 سنين بس جوالي التهابات بس ما فيش اي حاجه. اشعه ايه؟ اشعه عاديه؟ اشعه عاديه. لا حضرتك محتاجه تعملي اشعه رنين على الفقرات القطنيه والعجزيه. دي حضرتك بتوضح الغضاريف. نعم. والاعصاب والفقرات نفسها. وهل الاسباب الالم اللي عندي كده اسباب ممكن تتعالج بالادويه والعلاج الطبيعي ولا لازم ليها تدخل جراحي؟ ما بنقدرش نحكم الكلام ده الا لما تعمل اشعه رنين على الفقرات القطنيه والعجزيه. يعني اعمل اشعه رنين واشوف بعد كده هيحدد حضرتك. ايوه بالظبط. شكرا يا دكتور. ربنا يخليك. زي ما كنا بنتكلم على موضوع العصب السابع والاصابات بتاعته، وبنقول أشهر حاجة اللي هو نزلات البرد، ثم بعض الإصابات بالأورام داخل الجمجمة أو التهابات في جذع المخ، أو أحيانا بقى فيه التهاب في العصب نفسه هي نتيجة لأمراض أخرى زي مثلا الـ MS أو التصلب المتناثر، أو يعني
كل الاسباب دي في الاخر بتؤدي الى ان العصب السابع ما بيشتغلش كويس. احنا كلامنا النهارده منصب على التهاب العصب الغير متسبب له اسباب زي الاورام او زي لا قدر الله في قطع في العصب نفسه اثر جرح ولا حاجه. في سبب تاني بيعمل العصب السابع الا وهو اصابات الراس اللي هو يحصل شرخ في قاع جمجمه والعصب السابع يتاثر في الناحيه اللي فيها الشرخ دي كده، خاصه لما يبدا ينزل سائل من الودن سواء كان دم او السائل الشوكي نفسه من الودن مع الدم. طيب العصب السابع نتكلم عنه ده بيؤدي الى عدم القدره على ان انا اقفل عينيا كويس او اتحكم في عضلات الفم كويس، فاجي اكل منفعه ما اعرفش اكل على الجنب ده المصاب، واجي اشرب الماء تنزل من نفس الجنب ده، تذوق اللسان نفسه على الجنب ده بيبقى ضعيف. معنا اتصال الاستاذ يحيى من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي التهاب في وزني اليمين ما بسمع لها نهائي. أيوة. وعندي الم شديد في الظهر تحت. الم فين حضرتك؟ الم في الظهر على الجانب اليمين، او الم لما امشي او لما اكون واقف مثلا في الصلاه فتره طويله. طب الالم اللي عندك ده بيسمع في مكان تاني؟ نعم. الالم اللي عندك بيسمع في مكان تاني؟ في الظهر في الجانب اليمين، على الجانب اليمين من الـ من الـ من الـ 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 العصب كده يعني. يعني ينزل ده في الاليا وفي الفخذ ولحد الرجل؟ لا لا بس حد الناي بس في الظهر. طيب. بس في اثر الظهر في الظهر. طيب آه. الالم ده بيزيد لما تصحى من النوم؟ لا اصل بس اجي في السرايا امشي اتكلم شويه. طيب لما تمشي شوية بيحصل شد عضل في سمنة الرجل؟ لا نفسي بيتكتم بس. نعم؟ نفسي بيتكتم. نفسك بيتكتم. نعم. طيب ألم شديد. بتقدر توطي تركع للصلاة؟ بقدر بركع لما أنا كنت لما أجيب في الإمام يقرأ مسافة طويلة. نفسي بيتكتم من ضايف في اليد خالص لما أنا دنجر بفتح شوية. ده من ألم الظهر. ده من الظهر. أما الأذن ما بتسمعش هاي اليمين. الأذن؟ ما بتسمع هاي اليمين. تمام. أي ما بسمعش يمين بالأذن. طيب مع موضوع الأذن ده كده، بما أننا بنتكلم عن العصب السابع. أيوة. في تنميل في الوش أو في الخد؟ لا أبدا. أبدا. أي. وتقدر تقفل عينيك كويس وتاكل وتشرب على الناحية اليمين كويس؟ أيوة. طيب أزيح. أوكي. زي ما كنا بنتكلم على العصب السابع وقلنا الإصابة بتاعته، احنا اللي بيهمنا اللي هو التهاب العصب السابع التلقائي اللي هو ملوش أسباب عضوية محتاجة تدخل جراحي، اللي هو أشهرها ان بيحصل فيه نيوروفايبروما في الكوكليار فيستيبولار اللي هو العصب الثامن وضغط على العصب السابع. التهاب العصب السابع ده العلاج بتاعه بيشمل أكتر من حاجة ومحتاج فترة تتراوح من شهر إلى شهر ونص علاج مع علاج طبيعي، والأدوية كلها بتبقى بالترتيب وبالتدريج. معنا اتصال. دعاء من حلوان، فضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور، أنا بس كنت عايزة أستفسر عن حاجتين. اتفضل حضرتك. الحاجة الأولى، أنا كنت يعني فترة قبل الولادة خالص بدأت تجيلي في شفتي، بحس ان هي بتنمل وبحس رجليا وايديا بينملوا، بس دوت في الغالب بيبقى لما بزعل. تمام. فضلت معايا فتره وبعدين بقت من غير زعل ولا اي حاجه بحس ان رجليا وايديا بينملوا برضو باستمرار، وشفتي اللي بتنمل كتير جدا يعني. طيب شفتك في الناحيتين ولا ناحيه واحده؟ لا من ناحيه واحده. من ناحيه واحده. طب وايديكي برضو ناحيتين ولا ناحيه واحده؟ لا ايديا الاثنين لغايه كوعي. ورجليك الاثنين برضه؟ ورجلي الاثنين، ولو انا قاعده بحس ان هي بتقعد تتقل يعني مع مرور الوقت بتقعد تتقل. ده خاصه لما تزعلي حضرتك او تنرفزي او تتضايقي او كده؟ بالظبط كده. تمام. بس بعد كده بقت من غير ما ازعل ولا اي حاجه. تمام. بس الحاجه الثانيه، انا من ساعه ما ولدته وكده وبقيت برضع، احيانا برضع وانا نايمه بحس ان ظهري ما بين كتافي ورا بحس ان هو وجعني جدا لدرجه ان انا مش بقدر اتقلب. الوجع ده بيبقى جامد جدا، بس بعد كده طول اليوم مش بحس بيه خالص، ما بحسش بيه بس غير فتره الصبح لما ببقى رايحه اقوم من النوم يعني. حضرتك بترضع طفل وحضرتك نايمه؟ اوقات يعني. بس ده من ساعه ما انا ولدت يعني، انا دلوقتي
بقى لي سنه وشهرين اهو ده بالظبط من ساعه ما انا ولدت لغايه وقتنا هذا الوجع ده ما بيروحش خالص. تمام. طيب حاضر انا هجاوب حضرتك على النقطتين ان شاء الله. الحقيقه الاستاذ يحيى كان بيتكلم على موضوع الم الظهر ده، يعني عشان الم الظهر ده منتشر جدا، واحنا عملنا له اكتر من حلقه قبل كده واتكلمنا وقلنا من اهم الاسباب اللي بتخلي الانسان يشتكي من الم ظهره ان هو ما بيعملش اي تمارين لعضله الظهر، يعني بيروح الشغل بيركب مواصلات او بيسوق عربيه ما بيفكرش ابدا يعمل ربع ساعه حتى تمارين لعضله الظهر كل يوم، ودي بتجنبه الام سواء كان الام الغضروف او الام الظهر او الالام اللي سمع في الرجلين، وان هو يؤدي شغله او يعيش حياته من غير ما يحس بالم اخر النهار لما يشتغل. معنا ام اسماء اتفضلي حضرتك. ايوه حضرتك يا دكتور. ازي حضرتك؟ ايوه يا دكتور اتفضلي. ايوه حضرتك بتجيبني الفوران كده من فوق. طيب ممكن توطي التلفزيون تسمعيني؟ يعني وطي التلفزيون حضرتك واسمعيني من السماعه. وطي التلفزيون حضرتك واسمعيني من السماعه. تمام. اتفضلي حضرتك. بتقول حضرتك بيجي لك فوران؟ اه يا دكتور. طيب معنا اسماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور انا عندي دماغي من قدام بحس بوجع فيها وبحس ان في حاجه بتتحرك في مخي من قدام كده. تمام. مع تنميل في اللسان وانا ماشيه يا دكتور او طالعه سلم ببقى تعبانه قوي واحس ان بيتحرك مخي من هو بيتحرك. ده بقاله قد ايه؟ نعم بقالك قد ايه على كده؟ بقالي بتاع 3 4 شهور. حضرتك بتاخدي اي علاج بشكل مستمر؟ علاج سكر ضغط قلب حاجات من دي؟ لا يا دكتور خالص. تمام. في عندك التهابات في الجيوب الانفيه؟ هو انا حاسه ان في انا حاسه ان في تعبني بس ما يعني انا ما كشفتش وقال لي في حاجه. يعني ايه حاسه ان تعبني؟ حاسه ان مناخيري مقفوله دايما وحاسه ان مناخيري عند عينيا كده تعبان. تمام. طيب حاضر حاضر. وفي دكتوره قالت لي عندك انيميا. طب انت عملت لها تحليل الانيميا؟ نعم يا دكتور. عملت تحليل الانيميا؟ انا عملت بس لسه النتيجه ما طلعتش. طيب بص انا اسماء، هو عاده الاحساس بالالم او الحاجه بتتحرك جوه المخ نفسه كده من قدام بيبقى التهاب في الجيوب الانفيه، هو ده السبب بتاعه. طيب اللي كنا بنتكلم عنه موضوع الالم بتاع الظهر وعدم ان الشخص اللي بيشتكي من الالم في الظهر ده بشكل مستمر او متقطع انه ما بيعملش اي تمارين لعضلات ظهره، وبيظل الالم ده يتفاقم شويه بشويه، يعني اريح الالم يروح اعمل اي مجهود ابدا احس بالالم تاني. لو فكرت اعمل بس ربع ساعه شويه تمارين لعضلات الظهر ودي في منتهى البساطه هلاقي الالم ده بيختفي في خلال اسبوع وبحسش باي الم تاني. ولو عايز اعمل مجهود زياده لازم اعمل تمارين زياده. معنا الاخ ربيع من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله الحمد لله. انا بالنسبه دكتور والله عندي الفقره الثالثه والرابعه والخامسه. تمام. وطبعا دكتور هنا كان شافني بتاع زعزام وقال لي تعمل اشعه الرنين وعملت اشعه الرنين وحولني على دكتور مخ واعصاب. وقال لك طبعا إيه؟ دكتور المخ والاعصاب شاف الاشعه وقال لي انت محتاج عمليه طبعا، وعمل اوراق العمليه انه على اساس يعمل لي عمليه، وبعد كده هو اتنقل من المستشفى وفي دكتور تاني سوري شافني، فطبعا جه بيقول لي انا ما اقدرش اعمل لك العمليه اللي هعملها لك الالم اللي في رجلك، لكن اللي في ظهرك مش هيقدم لك ليه اي حاجه خالص، وما رضيش يعمل لي العمليه. فطبعا انا عاوز اعرف هل الحل، وبالنسبه في الحاجه دي هي طبعا هو قال لي الدكتور لما شاف الاشاعه قال لي ده انت عندك الفقره الثالثه والرابعه والخامسه. طيب بص يا استاذ ربيع، هو طبيعه شغلك انك بتشيل حاجات ثقيله؟ ايوه طبعا النظام شغال في مزرعه يا دكتور. تمام. طبعا انا على اساس ان انا قلت اشوف ان كنت هعمل العمليه ممكن بعد كده لو قدرت انقل اشتغل في مجال الزراعه هشتغل، ما قاليش مش هشتغل مش هشتغل، بس على اساس ان انا بتاع الخضار تعبني كتير والله.
وانميلت بعد ساعة وقعدت فترة طويلة كده بعد ساعة ما بقدرش اخد امتي تاني وببقى محني لقدام كده. شوف يا ربيع، فردت سيبني بس يا دكتور، هل العملية دي ممكن اعملها ولا ما اعملهاش، وفي اللي بيقول لي بتبقى فيها ممكن خطورة وكده يعني. طيب شوف يا ربيع، انا هرد عليك بالتفصيل شوية وهوضح طيب لك بعض الاثار للعمليات دي. ماشي، جزاك الله كل خير. الله يجزاك خير. اللي بنتكلم عنه اللي هو الوقايه من الام الظهر زي ما قلنا التمارين. طيب لو انا مش فاضي اعمل تمارين، على الاقل المشي كل يوم ساعه، حتى لو المشي ده بشكل مش منتظم، بمعنى امشي ربع ساعه ثم نص ساعه ثم ثلث ساعه وهكذا، في الاخر اكمل ساعه في اليوم مشي مع خمس دقائق بس تمارين للظهر، نوطي واقوم وطي واقوم، ان شاء الله يعني لو الانسان استمر على التمارين دي في خلال اسبوع بتختفي الالام. طيب لو بدات الالام دي تسمع بقى في رجليا من تحت، وبدات تعمل لي مثلا شد عضل لما بمشي، واصحى من النوم الاقي ظهري بيوجعني، لا في الحاله دي ما ينفعش اقول لها حرك اعمل تمارين واعمل علاج طبيعي او خد بعض ادوات مسكنات وخلاص، لا لازم تعمل اشعه نطمن ان ما فيش حاجه ضغط على الاعصاب او عامله ضغط على القناه الشوكيه. في معنى اتصال. استاذ محمد اتفضل. ايوه ماشي، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. كده ازي حضرتك يا دكتور؟ لا صح حضرتك دكتور، لما كنت طلع السلم وكده وبحس ان السلم بيتحرك بيا، او انا واقف كده ثابت ابص راجل ايه الحاجه كده مش عارف ايه، وبتحس انك مش موزون وهتقع. ولو مشيت كتير احس راجل ايه ان في صخر طالع من جسمه كده. في مشكله عندك في ودانك؟ وداني تعبان، وعندي الجيوب الانفيه في ناحيه من الجيوب الانفيه كنت كشفت عليها اللي في سد في الجيوب الانفيه في ناحيه من اليمين. طب انت بيجيلك التهابات يعني في ودانك؟ ايه؟ بيجيلك التهاب في الودن متكرر؟ لا لا، في وجع بس على طول كده لو اي حاجه. طيب استاذ علي من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ربنا يجازيك عنا كل خير يا دكتور. ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور انا كنت في حادثه من حوالي 15 سنه، وكان مع حادثة عربية وكان في كسور في الفقرات القطنية، كان العربية طلعت فوق ظهري وقفت فوق ظهري وكده ونزلوا العربية من عليا. ودخلت المستشفى، خدت لي حوالي شهرين نايم على مركبة ومنفوخة هواء وحاجات كده، وحصل كسور في الضلوع. المهم بعد كده بدأت أتحرك شوية، حسيت بألم، عملت عملية في سنة 2000. عملية ايه؟ عملية غضروف. عملية ايه؟ عملية غضروف في الرابعة والخامسة. ده بعد الحادثة بقد ايه؟ ده بعد الحادثة، الحادثة كانت في 95، بعدها بحوالي 5 سنين. تمام. المهم حضرتك مشيت، فضلت تعبان، وتعرضت على دكتور كبير أستاذ اسمه الدكتور منده سلامة. تمام. وقال لي نصيحة ما تعملش أي عمليات وأي حاجة، ده كان قبل العملية. بس أنا لما حسيت بألم لقيت نفسي ماشي كده يعني، والحمد لله يعني الظروف على قد الحاله، فعملنا العمليه في التامين الصحي. تمام. اتضح ان بعد العمليه عملت اشعه، اللي هي الاشعه اللي بعد العمليه عشان نشوف قبل وبعد. اتضح ان قالوا لي في عندك غضروف الرابعه والخامسه، قلت لهم لسه عامل غضروف الرابعه والخامسه. فبعض الدكاتره قالوا يعني احمد ربنا ان انت قمت، ويعني الراجل ما اثرش معاك جامد ولا خد جزء بسيط من الغضروف او الى اخره. المهم حضرتك فضلت ماشي في المشوار بتردد من هنا لهنا لهنا، وفي النهاية فوجئت ايه، حسيت بألم زيادة كده، فطلبت من الدكتور أشعة، قلت له أنا حاسس بظهري تعبان قوي يعني أكتر من الأول. فقال لي طب نعمل رنين، عملنا رنين. المهم حضرتك فوجئت بالدكتور بيقول لي ده أنت عندك في فقرة مكسورة، قلت له ما حصلش حادثة ولا حصلش حاجة. يعني نسيت حاجة حضرتك، أنا كنت عملت حقن مرتين ثلاثة، حقن في العصب بتاع العمود الفقري. عشان الألم؟ عشان الألم. وللأسف كان بيسكن حاجات بسيطة أوي ما تذكرش. طيب أنا سؤال لحضرتك، هو لما عملت العملية اتحسنت؟ حسيت بفرق بعد العملية؟ الألم؟ لا حسيت بتعب. ما اتحسنتش بعد العملية؟ لا حسيت بتعب بعد العملية والله يا دكتور. طيب يا سعدي حاضر. وبعدين دلوقتي قالوا فيه اللي هو فيه فقره مكسوره بيسموها تزحلق. تمام. او فقره متزحلقه من مكانها. تمام. اتعرضت للعمليه حضرتك، وبعد ما عملت ورق العمليه وخلاص وهخش المستشفى قلت اخد راي دكتور تاني وثالث وكده،
يعني بصراحة نصحوني بأن أنا ما أعملش عملية لأن العملية فيها خطورة. أصبحوا ثلاث عمليات في حتة واحدة، في غضروف بين فقرتين الرابعة والخامسة، وفي تزحلق في الفقرة اللي فوقيهم اللي هي مكسورة دي، وفي حاجة اسمها تسليك للقناة العصبية. تمام. وبعد كده حضرتك بقى يعني ألم ألم شديد بقى في رجلي وظهري، وما فيش نوم من شدة الألم. وكنت باخد بقى، كان الدكتور كتب لي على مسكنات اللي هي المخدر دي. معلش آسف إذا كنت طولت على. لا تحت أمرك يا علي، حاضر. بس ربنا يجازيك عنا كل خير. ربنا يبارك فيك. أنا هكلمك شوية عن موضوع المضاعفات والآلام اللي بتحسن مع العملية، وجزء تاني ما بتحسنش. معنا أبو أحمد من الكويت. نعم. اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ يا دكتور كنت اجريت عملية سنة 95 في العمود الفقري تحت الرقبة مباشرة، كان فيه ورم حميد. تمام. الحمد لله عملت العملية وما كنتش بقدر، كانت مأثرة على ذراعي وعلى رجلي اليسار، والحمد لله بعد ما عملت العملية مشيت والحمد لله. تمام. الكلام ده من حوالي 17 سنة. تمام. الآن كان فيه ألم في رقبتي. الآن دلوقتي فيه ألم في رقبتي، فبرضه عامل لي نفس الشيء، تنميل في أصابع يدي اليسرى ورجلي اليسرى أيضا، وراسي يعني عاملة زي لوخام كده أو تنميل في راسي لدرجة إن أنا ما بقدر أنام. وإذا سمعت صوت عالي وأنا نايم احس برشفه واحس بضربات القلب تسرع. طيب الم الرقبه ده والتنميل في الدراع والرجل ده بعد العمليه ولا قبل العمليه؟ لا، وكان قبل العمليه هذا، يعني كان موجود الم الرقبه. كان موجود قبل العمليه وتحسن ولا زي ما هو؟ الالم بتاع الرجل وبتاع مكان كان، يعني انا كان قبل العملية كان في ألم في رقبتي، وكان ورم الحميد هذا هو اللي مأثر على العصب، على عصب الإيد والرجل. طيب لما عملت العملية تحسنت؟ تحسنت الحمد لله بعد العملية. تمام. لكن لسه في جزء من التنميل موجود في الإيد والرجل، مش ده قصد حضرتك؟ بالظبط كده. طب حضرتك عملت أشعة بعد العملية؟ لا، ما عملتش أشعة بعد العملية خالص. خالص. طيب هو يستحسن بالنسبة لحضرتك انك تعمل اشعة رنين؟ 17 سنة. طيب يستحسن تعمل اشعة رنين بالصبغة على الفقرات العنقية؟ نعم. ده اول حاجة؟ نعم. علشان نقدر نقيم حضرتك مكان العملية، وهل في حاجة تانية ظهرت في نفس المكان او في غضاريف فوق مكان العملية ولا؟ نعم. ده مبدئيا. وبعد حضرتك ما تعمل اشعة، حد من الزملاء بيقيم حضرتك بالفحص وبيقيم الأشعة نفسها وبيقول لك احنا ممكن نعمل ايه. يعني ممكن الورم يرجع تاني يا دكتور؟ مش موضوع الورم يرجع تاني، ممكن يبقى في حاجة اسمها انزلاق غضروفي فوق مكان العملية نفسه نتيجة ضعف شوية العضلات مكان الفتح بتاع الجراحة، او مكان العملية نفسه فيه تليفات في العضلات دي كده، محتاج حضرتك تعمل علاج طبيعي شوية، ده بيحسن لك الآلام اللي في الرقبة، وبالتالي مع بعض الادويه بتحسن التنميل اللي في ايده في الرجل. نعم. ماشي يا ابو احمد، جزاك الله خير. شكرا. ربنا يبارك فيك يا زميلي. طيب معانا مولاء من الفيوم. ايوه اتفضل حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا دكتور، انا من حوالي شهرين كده رقبتي من ورا في زي لسعه كده او عضميه تركب على عضميه كده، فبحس بالم جامد قوي ورا في رقبتي. بيسمع في دراعك؟ ظهري برضه بيوجعني. بيسمع في دراعك الألم ده؟ لا لا. ايوه يا دكتور، انا لو شلت حاجة. لو شلت حاجة؟ لو شلت حاجة بإيدي أو شلت الولد الصغير قلق رقبتي من ورا لسعتني وجعتني. طيب ولو رفعت دراعك لفوق؟ لو رفعت، لا لا ما فيش حاجة لو رفعت دراعي. ما يبقاش في ألم في دراعك ولا حاجة؟ لا لا، بس ظهري برضه أجي أوطي مش قادرة. ظهري وجعني برضه. طيب وجع الظهر ده بيسمع في رجليكي؟ لا. وجع الظهر ده اكتر الصبح ولا بالليل؟ لا اما اجي انام. تمام. ولو وطيت يعني يعني اكنس الارض او كده يعني. حضرتك وزنك معدي 100 كيلو؟ نعم. وزنك معدي 100؟ لا لا، الوزن قليل. الوزن قليل. طيب اوكي حاضر. شكرا يا دكتور. نعم سيدي. يمكن احنا بعدنا شويه عن الموضوع بتاعنا، لكن
بالنسبة لموضوع العمود الفقري والانزلاق الغضروفي وتزحلق الفقرات، الحقيقة أنا بحب دايما كل مريض حالته، يمكن بيتقال كله هو انزلاق غضروفي، لكن حضرتك كل حالة لوحدها منفصلة عن التانية، وبتشرح بالتفصيل قبل إجراء العملية إيه اللي ممكن تحسن وإيه ما تحسنش. أنا حابب أتكلم على الأخ علي كان بيكلم الجيزة إن عمل حادثة وحصل له كسر الفقرات وبعدين عمل غضروف وبعدين عمل حقن وبعد كده حصل عنده زحل الفقرات وبيسأل هل ممكن نعمل عملية ولا لا. الحقيقة العملية ممكن تعمل من غير أي مشاكل على الإطلاق وبتأثرش على حاجة، سواء كان بقى في الرجلين أو للظهر. لكن في نقطة لازم أبقى عارفها كويس قوي، إن تكرار الجراحة في الظهر بيعمل ضعف لعضلات الظهر وبيحتاج فترات طويلة من العلاج الطبيعي والمتابعة وبعض الأدوية. دي أول حاجة. الحاجة التانية موضوع الخطورة بالنسبة للجراحات دي كده تقريبا من السنوات الأخيرة عمال يقل تقريبا لحد 90% تحسن و10% بيبقى نسب فيها مضاعفات. بالنسبة للآلام اللي في الظهر دي بتستمر شوية وبتتحسن مع الوقت، لكن مش كلها بتختفي زي ألم الرجل. يعني ألم الرجل من نفس يوم الجراحة بيختفي، إنما ألم الظهر بيتحسن بالتدريج مع الوقت، لكن ممكن يختفي تماما وممكن لا، نوصل لحد 70 أو 80% تحسن، لكن يبقى فيه نسبة ألم في الظهر مع المجهود، دي ما بتروحش حتى لو عملنا عملية واثنين وثلاثة. وزي ما بقول بعديها الناس اللي عندها ألم في الظهر بعد العملية بننصحهم بعلاج طبيعي ما لم يكن عنده مشكلة تانية تمنعه من العلاج الطبيعي. دي أهم نقطة عايز أتكلم عليها على موضوع ألم الظهر والعمليات. الأخ ربيع من السعودية كان بيسأل برضو على موضوع تعدد الانزلاق الغضروف القطني ما بين الثالثة والرابعة ومن الرابعة والخامسة وإن شغله تقيل. الحقيقة لو الغضاريف دي صغيرة أو متوسطة وأجرينا عملية من غير ما نشيل أجزاء من عظام الفقرات نفسها أو اللامنة جزء كبير، بنعمل العملية وبننصحه انه يعمل علاج طبيعي 3 شهور بعد العملية وبيرجع طبيعي تماما كما كان. ولو شغله أتقل من اللازم، يعني الناس اللي بتشيل حاجات تقيلة باستمرار، بننصحه نعمل علاج طبيعي من 3 شهور إلى 6 شهور. لكن لو الحاجات اللي بيشيلها دي متوسطة بننصحه بثلاث شهور علاج طبيعي مع بعض الأدوية بتحسن الألم وما فيهاش مشكلة. طيب لو اضطرينا نشيل جزء كبير من العظم بتاع الفقرة نفسها أثناء الجراحة، برضه بنقول له ممكن تشتغل، إنما ما ينفعش تشيل حاجة تقيلة أو تزق حاجة تقيلة، يعني يقدر يقوم ويقعد عادي خالص من نفس يوم العملية ويقدر يتمشى وينزل ويروح، ويشيل حاجات في حدود 20 كيلو. أكتر من كده بيبقى تحميل على العمود الفقري ومحتاج إنه يعمل علاج طبيعي فترة طويلة جدا أكتر من الشخص العادي، ممكن توصل لحد سنة علشان يقوي العضلات دي ويحمي نفسه من انزلاق غضروفي تاني. الأخت أسامة الجيزة كانت بتكلم على الموضوع إن الواحد يبقى عنده التهاب في جيوب الأنفية وبيدي له إحساس إن دماغه بتلق من جوه كده. بعض الناس بتيجي تقول التعبير كده معذرة يعني، يقول لك أنا حاسس إن دماغي من جوه بتلق، وده بيبقى أكتر حاجة تعملها هو التهاب الجيوب الأنفية خاصة قدام. الحاجة التانية لما يبقى الواحد عنده نوع من الضعف العام، سواء كان نقص البروتينات أو عنده أنيميا، والحاجات دي متزامنة مع بعضيها، وبرضو إن احنا ما بنمشيش وما بنعملش أي نوع من أنواع الرياضة ولا المجهود، وتبقى الدورة الدمية ضعيفة بالكاد يدوب تأدي الدور بتاعها من غير ما الواحد يعمل مجهود زيادة، وأول واحد بيعمل أي مجهود يبدأ يحس بالأعراض دي. الحقيقة بننصح الناس اللي بتحس الإحساس ده إنه لو عنده بيجيله انسداد متكرر في الجيوب الأنفية أو بيحس إن مناخيره مزكمة فترات طويلة أو عنده أنيميا، إنه لما يعالج الحاجات دي كلها الحاجات التانية بتختفي، وإنه يبدأ يمارس جزء ولو بسيط من ربع ساعة نص ساعة كل يوم رياضة. في الأخ محمد من كفر الشيخ كان بيسألني على موضوع الفيرتايجو أو عدم الاتزان وإنه بيبقى طلع السلم حاسس إنه هيقع. الحقيقة في سببين مشهورين جدا في مصر لعدم الاتزان ده. أول سبب فيهم هو ضعف الدورة الدموية عند الناس اللي عدد 60، وبيبقى الضعف ده واخد أجزاء الوصلة ما بين المخيخ والأذن الداخلية، وده اللي بيعمل عدم الاتزان. في جزء تاني اللي هو خاص بالفقرات العنقية، لما بيحصل نوع من الخشونة الكبيرة جدا أو الانزلاق الغضروفي مع خشونة، أو الخشونة من غير انزلاق غضروفي بس واخدة شكل قوي وبتيجي على فترات متقطعة،
بيعمل الدوخه وعدم الاتزان، ويبقى السبب فيها ان الخشونه تعمل نوع من شد العضل، شد العضل ده يضغط على بعض الشرايين الموصله الدم لاجزاء المخيخ والاذن الداخليه وجزء المخ، يبدا الانسان يحس بالدوار ده او عدم الاتزان. لما بنعالج السبب وبندي ادوات تحسن الدوار الدموي في الاماكن دي تقريبا بيختفي الحادث 90%. وبننصح الاشخاص اللي ما عندهمش انزلاق غضروفي انه يعمل تمارين كتير جدا لرقبته بشكل مستمر، يعني كل يوم ساعه يقسمها نصين او على ثلاث مرات في اليوم، بحيث انه يقوي العضلات يحسن الدوره الدمويه، تبدا الكلام ده كله يختفي ويبطل اي ادويه بياخدها. في حاجه تانية الاخت اسماء من الجيزه كانت بتسال عليها، اللي هو التنميل احيانا في اللسان واحيانا التنميل في الاطراف. الاخت دعاء من حيوان كانت بتسال عليه، التنميل ده مع الانفعال في الاول يبدا يجي يحصل اول تنميل في الشفه وبعدين تنميل في اللسان وبعدين تنميل في الاطراف مع الانفعال، وبعد فتره التنميل ده يجي مستمر مع اقل مجهود او اقل حركه او من غير مزعج خالص يحصل لي الحكايه دي لما افكر شويه او لما اعمل اجهاد ولو بسيط ذهني، مش لازم اجهاد عضلي. الكلام ده كله بيبقى الحقيقه نوع من ضعف الدوره الدمويه وعدم التناسق في العمل العصبي ما بين العصب السمبساوي والبارا سمبساوي، ودي اجزاء من الجهاز العصبي، وعدم الوظيفه المتناسقه بينهم بيؤدي الى هذه الاعراض. والحل بتاعها بسيط جدا، ان الواحد لما يعني يتعرض لموقف زي كده على الاقل لازم يهدى شويه، بيفكر فيه شويه، طيب لو انا في مكان ممكن امشي منه شويه، ممكن طبعا وصلنا بعض السلام ان الواحد لو زعل وهو واقف ممكن يقعد، لو هو قاعد ممكن يتضجع، ممكن يتوضا، ممكن يصلي، الحاجات دي بتضيع تقريبا الاعراض دي. الحاجه الثانيه، الانسان ده لو ما بيمارسش اي مجهود بدني في اليوم، يعني ما بيشتغلش، لازم يعمل رياضه بتخليه حتى لما يواجه مشكله بالنسبه له ومش قادر يلاقي لها حل في الوقت اللي اتعرض عليه المشكله، انه يفكر فيها شويه ويبدا يهدى ويبدا يدي رد افعال متعقله. طيب لو عمل الكلام ده كله ولسه موجود التنميل ده وموجود لوحده وبيجي، بندي بعض الادويه اللي بتحسن الدوره الدمويه للاماكن دي والمرض بتحسن ما فيهاش مشكله. المشكله انه يبدا يحس بتقل غير التنميل، يبدا يحس ان دراعه تقيل او لسانه تقيل او رجليه تقيله، لا دي مشكله تانية، ولازم حضرتك يروح يزور حد من الزملاء يفحصه كويس ليكون دي بوادر حاجه تانية في المخ. ابو احمد كان بيتكلم على موضوع الاورام بتاع الرقبه والالم بعديها، وان الشخص بعد ما عمل العمليه جزء من الالم يختفي ولسه في تنميل والكلام ده. الحقيقه التنميل بعد اجراء عمليات الحبل الشوكي خاصه في الاورام ده جزء وارد جدا، ولازم المريض يبقى متفهمه وواعي بيه قبل العمليه، ان الالم هيختفي، ان الضعف في العضلات هيتحسن، لكن جزء من التنميل بيفضل موجود. طيب احنا بننصحه يعمل اشعه علشان حاجتين، نشوف الورم تقريبا اتشال وجزء منه ما رجعش تاني جديد، وان ما حصلش حاجه تانية ضغط على الحبل الشوكي تؤدي لهذه التنميل وهذه الاعراض. برضه معانا موضوع ام ولاء من الفيوم كانت بتتكلم على موضوع الم الرقبه والم الظهر، وان الشخص يعني بيشتكي بيهم اكتر حاجه اخر النهار، من نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، نبقى نوع من ضعف العضلات في الرقبه وفي الظهر، والحل اكتر حاجه هو التمارين والعلاج الطبيعي. طيب احنا الحقيقه بعدنا شويه عن موضوع الحلقه، الا وهو العصب السابع والعصب الخامس. معنا اتصال، أم أميرة من المنيا، تفضلي حضرتك، تفضلي يا أم أميرة. ألو، تفضلي حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. ألو، تفضلي يا ست كل. النبي يا دكتور، أنا ديلي فترة ديلي فترة دماغ السخونة دي مش هتروح مني. وعملت أشعة على الرقبة، عندي ثلاث فقرات مع الخشونة يعني. وطي التلفزيون حضرتك واسمعي من السماعة. أيوة، وطي التلفزيون لو سمحتي. أيوة يا دكتور، اتفضلي حضرتك.
ورحت للدكتور قال لي عندك هو ثلاث فقرات عصب بعد ده واعطاني علاج بتاع الاعصاب يعني. تمام. اتحسنت لما اخذت العلاج؟ بس برضه السخونه برضه بس بسيطه يا دكتور. يعني لما اخذت العلاج بتاع فقرات الرقبه اتحسنت السخونه شويه؟ ايوه. طيب تمام. وقال لك انت محتاج عمليات ولا حاجه؟ بس بسيطه يا دكتور برضه. خفيفه. بس قال لي اعمل اشعه على يعني على المخ. طيب حاضر يا ام اميره. معنا اتصال اخت فاطمه. ايوه ايوه حضرتك يا دكتور. اتفضلي حضرتك. حضرتك انا بشتكي باي نسمه هواء بتتعرض لها اطراف اصابعي يبقى تشعر بزرقان جامد جدا مع كانها مسلوله كده تقيله جدا. ما بعرفش ايه السبب. حضرتك عندك كام سنه؟ 45. حضرتك في ادويه بتاخديها بشكل منتظم؟ لا حضرتك خالص. ولا ده سكر ولا ضغط ولا حاجه؟ لا الحمد لله. طيب حاضر. في الاطراف بس يا اخت فاطمه؟ الاطراف بس زرقان جامد مع اي حبه ميه حتى ساعه الوضوء حتى. وبتحس الوضوء. وبتحس ان صوابعك كده ازرقت وكانها ورمت كده؟ لا هي تزرق وتتقل تقف كده مش قادره احركها بقى ولا اعمل اي شغل في البيت خالص. طيب تمام حاضر. وحضرتك يقدر تفيدنا ربنا يبارك لك. بالنسبه لابني بيبقى عنده انسداد الانف ده على طول على طول والزكام على طول على طول فمش عارفه اعمل له ايه برضه. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك. حاضر. معنا اتصال اخر من السعوديه. اتفضل. اه دكتور. اتفضل حضرتك. انا سمعت انت بالنسبه انت فعلا شرحت اللي قلت لي بس في الدكتور اللي هو خوفني وقال لي انا العمليه انا ما اعملهاش وما انصحكش كده وما رضيش يعملها لي رغم ان انا كنت دخلت غرفه العمليه. وما رضيش يعملها لي وقال لي لا ومش عارف وما انصحكش ورجعني تاني. بص اخ ربيع هو فكره العمليات كلها ان انا بحسن لك الالم بتاع الرجلين. ايوه. وامنع حدوث مضاعفات من الحاجه الموجوده عندك سواء كان التزحلق او الانزلاق الغضروفي. ايوه. ده هدف العمليه. ماشي يا دكتور. الم الظهر الم الظهر بيتحسن. أيوه. جزئيا وليس كليا. هو المشكله ان هو قال لي الم الظهر يا دكتور بعد اذنك هو قال لي الم الظهر مش هيروح خالص من مش هيروح يعني قال لي ده ممكن يسوء تاني يعني على كلامه قال لي قال لي انا هيسوء تاني مش هيصلح ولا قال لي هيروح لمنه ولا 50% ولا حتى 30% قال لي ده هيسوء تاني قال لي لكن الالم اللي عملها لك على اساس الالم اللي في رجلك بس فافيدني بس يا دكتور الله يجازيك كل خير. ما انا بقول لحضرتك يا استاذ ربيع هو الفكره في العمليه زي ما قلت لك كده ان امنع عنك المضاعفات اخاف الام الرجل الم الظهر يتحسن بنسبه وليس كليا. انا ما عملتش ما هو ما عمليش. طيب يعني المطلوب ايه؟ قول لحضرتك المطلوب اعمل ايه؟ لا يعني المطلوب ان انت بس هتفهمني هل هو كده رجعني هل انا ما اعرفش هل رايه صح ولا رايه غلط؟ استشير حد من الزملاء تانيين حد تاني. ها؟ خد راي حد تاني اكبر شويه في العمليه بتاعتك. واحساب يا دكتور. نعم. استشاري مخ واحساب. طيب حضرتك خد راي حد تاني من الزملاء. ماشي. واساله بالتفصيل عن كل حاجه انت عايزها. قول له بالنسبه للحركه، بالنسبه للاحساس، بالنسبه للالم، بالنسبه لشغلي بعد كده، بالنسبه للحركه بتاعتي بعد العمليه وهكذا. معنا ام دعاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك لك. انا بنتي عندها حوالي 18 سنه. تمام. وكانت في المدرسه وقع على راسها لوح ازاز الكلام ده من حوالي سنه. تمام. وبعدين عدينا المرحله دي وعملنا اشعه مقطعيه وعملنا كل حاجه واطمنا على ان المخ ما فيش حاجه كويس. بعديها بشويه يعني ما فيش سنه كده يعني لا بعديها بكام شهر كده حصل ان بقى في العصب بتاع النص والشها بيتاثر يعني زي مش كهرباء حاجه كده بتمشي فيه وياثر على كلامها يعني شبه الحاجات اللي حضرتك قلتها اول الحلقه كلها يا دكتور. تمام. حتى البرد برضو بيأثر معاها والكلام ده كله. أنا وديتها لدكتورة أعصاب بطنة وكتبت لها أدوية نص قرص وبعدين قرص. المهم أن إحنا دلوقتي كأننا ما عملناش حاجة حوالي سنة بنتعالج. طيب. فأنا مش عارفة دلوقتي حضرتك البنت بتوصل مرحلة صداع وكمان عندها ثانوية عامة والدنيا بنتشل تقريبا من التركيز والتعب. لما بتنام بتبقى عينها مفتحة ولا مقفولة؟ لا يعني ما لاحظتهاش بصراحة لكن يعني حاجة ممكن حاجة بسيطة. طيب لما تيجي تاكل أو تشرب في مية بتنزل بقى بيسمع خالص وشفايفها ما بتقدرش تفتح بقها تتكلم ولا ترد على قصادها لكن كان الأول بسيط وبيجي كل مدة شوية
دلوقتي بقى متصل لفترات طويلة وبنعزلنا بناخد الأدوية ومفيش أي نتيجة. طيب حاضر حاضر. معنا فاطمة من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا دكتور. زي الصحة. اتفضلي حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور، أخويا من فترة كده بقاله 7 أو 8 شهور كده حاسس بألم جامدة في ظهره قوي، فراح كشف عنده دكتور قال له اعملي أشعة عادية. فقال له إن في فقرتين ضغطت على العصب ومفيش أي مشاكل. تمام. فاداله علاج وقال له إن ما ارتحتش اعملي أشعة بالرنين. تمام. فعمل أشعة بالرنين وراح له تاني قال له إن في عندك من بسبب الضغط الفقرتين على بعض عمل غضروف. وبعدين؟ اداله علاج وقال له ما ارتحتش، يعني مسكنات كده يا دكتور، يعني مش علاج عظم او اي حاجه، مسكنات. فقال له تعالى لو ما ارتحتش هتعمل عمليه. فاحنا خايفين قوي من العمليه يا دكتور وقلقانين قوي لانه هو تقريبا عنده 20 سنه. تمام. طب الم الظهر اللي عنده ده بينزل في رجليه؟ بيسمع في رجليه؟ اه بينزل في رجليه يا دكتور. في عند رجل عنده؟ الاثنين، وبقول الاثنين. الاثنين؟ اه. فاحنا خايفين قوي من العمليه دكتور، ارجوك تنصحنا لانها قلقانين قوي. لا بص حضرتك، هو العمليه نفسها لما بتعمل كويس مفيش اي مشكله فيها خالص على الاطلاق. بالعكس لما يبقى السد صغير كده وبنعمل فيها غضروف او اتنين حتى في نفس العمليه المريض بيقوم. معلش يا دكتور ممكن اسمعك لان مش سامع التليفون. طيب حاضر، كنت رد حضرتك رقم التليفون. بقول لحضرتك يا دكتور الحجامه فيها ضرر على ظهره لو عملها؟ لا اطلاقا، الحجامه يعني بالعكس. الحجامه كويسه؟ كويسه جدا كمان. خلاص ماشي يا دكتور، ارجوك تنصحني عشان خاطري يا دكتور. طيب حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه معنا ام غاده من المنيا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه يا دكتور، انا من مده 8 شهور كده حضرتك جاني الم شديد في ظهري، ما كنتش بقدر ان انا اروح اي مكان واقعد او اقف او انام حتى على ظهري. وعملت كشفت عند الدكتور، عملت اشعه قال لي دي مجرد ان هي التهابات بس الالم كل ما بيزيد. اخذت علاج اتمشيت عليه لمده 2 شهر وما جابش اي نتيجه معايا، الالم كل مدى بيزيد لدرجه ان الالم انتقل لمؤاخذه فتره الفخذ اليمنى. زي ما يكون حضرتك نغزه شديده فيها وما بقدرش لا انام على ظهري ولا انام على جنب ولا اعمل اي حاجه. تقدري تمشي قد ايه؟ نعم؟ تقدري تمشي مسافه قد ايه وبعد كده الالم يظهر؟ لا ما بقدرش حضرتك، يعني حتى لو خطوتين اثنين مش ما فيش، لان الالم شديد ماسك في الفخذ اليمنى ما بقدرش ان انا امشي كتير. طيب حضرتك محتاجة تعملي أشعة رنين على فقرات الظهر، ده ضروري. نعم؟ محتاجة تعملي أشعة رنين على الفقرات القطنية والعجزية ضروري، لأن حضرتك الحالة بتاعتك لازم يتعمل لها الأشعة دي، وبناء على أقول لحضرتك محتاجة إيه؟ طيب حضرتك أنا في ملحوظ، يعني عندي حفوة على الكلية اليمنى وحفوية واحدة على الكلية الشمال، فأنا بس الدكتور بتاع المسالك البولية فبيقول لي بقول يعني هل ده بيأثر على فقرات الظهر؟ قال لي أيوه بيأثر، فده فعلا ليه تأثير يعني؟ الحقيقة ألم الكلى يعمل ألام في الظهر لكن ما يخليش الألم ده يسمع في الفخذ ولا أثرش على المشي، والألام دي تبقى ألام متقطعة مش ألام مستمرة، على عكس ألام الأعصاب والغضاريف عادة بتبقى مستمرة تقل الحدة شوية لكن ما بتختفيش. طيب حضرتك يعني حتى طلوع السلم او مثلا حتى وانا قاعده حاليا وانا بكلم حضرتك برضو مش قادره ان انا الالم اللي فيه الم شديد. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، انك محتاج تعمل اشعه رنين على الفقرات القطنيه والعجزيه علشان نشوف سبب الالم اللي عندك ده ايه غير موضوع الحصاب بتاع الكلى. ماشي، جزاك الله خير. الحقيقه انا حابه اجاوب على ام دعاء اللي كانت بتكلم من بنها، ان بنتها لما وقع عليها موضوع الازاز والخبطه والكلام ده وبدات تشتكي بالم، الحقيقه الالم اللي بتوصفه ده الم العصب الخامس اللي لسه كنا هنتكلم عنه. اللي هو ايه الم العصب الخامس؟ اللي هو بيديني احساس في الوش وليس الحركه بتاع عضله الوجه، يعني الاحساس لما ماشي ايدي على وش كده واحس ده الوظيفه بتاعه العصب الخامس. في جزء تاني من العصب الخامس بيدي عضلات الفكين، هي العضلات اللي الواحد بيمضغ بها الاكل، ده جزء وده جزء. عاده لما العصب الخامس بيتاثر فيه الجزء الحسي وليس الجزء المسؤول عن حركه العضلات. العصب الخامس ده موضوع كبير شويه، اشهر حاجه
لآلام العصب الخامس وأسباب وجوده إن هو بيجي من غير أسباب واضحة. يعني لما أعمل أشعة مرة واثنين وثلاثة على العصب نفسه أو على منشأ العصب من جذع المخ وعلى المخ ما لقيش فيه حاجة، ونسمي الآلام دي آلام العصب الخامس. والحقيقة يعني ربنا يعافي كل الناس، الناس اللي بيصابوا بالعصب الخامس ده بيفضل ياخد علاج تقريبا فترات طويلة جدا ممكن طول العمر. والعلاج بتاعه دلوقتي بدأنا نعمل أشعات على منشأ العصب عند جذع المخ، بنلاقي فيه شريان عامل انحناء فوق العصب ده، وبنعمل لهم عمليات نفصل الشريان عن العصب ده. في نسبة كبيرة جدا من المرضى دول بتحسنه لحد مثلا 70 أو 80% بيتحسنوا، وفي مرضى تانيين رغم ان احنا بنعمل العملية دي كده يتحسن الألم جزئيا وليس كليا. في علاج تاني اللي هو علاج بالجاما نايف، ان احنا بنعمل نوع من الإشعاع على العصب ان أثر على الجزء الحسي في العصب ده بحيث توصيل العصب للوجه يقل، بس بدي نوع من الخدلان شوي. طيب في علاج تالت، بس العلاجات بقى المختلفة غير الأدوية وغير العملية بتاع الشريان اللي هي على العصب دي كده، التحسن بتاعها برضو نسبي ما هوش كلي، ان هو بنعمل حقن في العصب ده وبنموت الجزء الحسي ده منه عشان الألم ده يختفي، لأن الألام دي ممكن توصل لدرجة ان المريض يقدرش لا يأكل ولا يشرب ولا يغسل سنانه ولا يفتح بقه حتى، وأحيانا ما يعرفش يتكلم. لما بتوصل لهذه المرحلة يبقى لازم تدخل بالنسبة له، سواء كان بالجاما نايف سواء كان بالمايكروفاسولر اللي هو فصل الشريان المنحني فوق العصب، أو ان احنا بنعمل الحقن لجزء الحسي ده كده. وفي حاجات تانية ان احنا ممكن نقص الجزء الحسي من العصب ده، بس برضو زي ما قلت انه بيعمل خدلان في الوش بشكل مستمر. بالنسبة للسن الصغير لما بتحصل الحكاية دي افضل حاجة ان احنا نعمل اشعة ثم نعمل جاما نايف اللي هو العصب الخامس، ان احنا نعمل اللي هو العلاج بالاشعاع بعد بنعمل اشعة نستبعد فيها اي سبب مؤثر على العصب ده، الا اذا كان العصب ده نفسه اصيب بجزء وقطع فيه، وده ممكن يحصل لو في جرح تحت الودن كده بياخد جزء من العصب ده. ده انا حابب اتكلم عنه، وهنتكلم بالتفصيل عن العصب ده، المواصفات بتاع الالم بتاعته ازاي، طريقه الالم حدوثها وتجنبها، وبعض الادويه المشهوره في استخدام علاج الحالات دي. يمكن بنتكلم تاني على موضوع الم الظهر والانزلاق الغضروفي والالم لما بيحصل في الظهر وسمع في الرجلين، ولما بيستجبش لي الادويه احنا بننصح يا جماعه اللي عنده الم في ظهره والالم ده ما بيستجبش ادويه عاديه، لما راح لحد من الزملاء مره واتنين واخد علاج ما بيستجبش والالم ده بدا يسمع في الرجل، ينصح بعمل أشعة رنين على الفقرات القطنية والعجزية. لا قدر الله لو طلع فيها انزلاق غضروفي بنقدر نقول هل حجمه صغير محتاج علاج وعلاج طبيعي وممكن علاج تحفظي نكمله، لو كبير بنقول له محتاج تدخل جراحي، لو مجرد التهابات وخشونة في العمود الفقري والمفاصل المحيطة به وألم في العضلات هي دي السبب، بيقدر المرضى يتجنب حدوث انزلاق غضروفي في المرحلة اللي بعد كده. الكلام ده علشان ما فيش حد يسيب نفسه، لان واحد بنشوف بعض الناس بيحصل لها انزلاق غضروفي وبيقول لك طب ده حاجه بسيطه، طب هاخد علاج، طب مش عايز اعمل عمليات، طب انا خايف، لحد ما بيحصل لا قدر الله سقوط في مشط القدم، واحيانا ضعف في رجل المريض ما يقدرش يمشي، واحيانا عدم التحكم في البول، ويبقى نتيجه الاهمال والخوف الغير مسبب باسباب منطقيه بالنسبه له للعمليات. وعمليه الانزلاق الغضروفي النهارده بتتعمل بالمنظار وبتتعمل جراحيا حتى فتحات صغيرة. معنا اتصال من السودان، اتفضل حضرتك. الوقت اسلام، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور انا بس عندي 16 سنة وعندي ألم طبيعي في ظهري. تمام. رحت عند الدكتور قال لي هو الألم ده من يعني أنا كان عندي مشكلة
في الدورة يعني. تمام. فقال لي إن هو ناتج من مرمى الدعم، فأنا وعرفش يعني وقدرش نوع على ظهري، فياريت يعني تنصحني مش عارفة أعمل إيه. طب هو ألم الظهر ده ليه علاقة بالدورة؟ يعني بيجي في المعام بتاعها؟ كتير يعني كتير. بيحصل الألم بتاع الظهر ده أثناء الدورة وبعديها بيختفي؟ آه. بعد الدورة بيختفي؟ آه بتجيني وبعده ما يبقاش على طول يعني ظهر يعني. طيب ما هو ده حضرتك بقى في آلام احتقان الحوض أثناء الدورة أو العادة الشهرية، والآلام دي في بيحصل ألم في الظهر نتيجة الاحتقان في الحوض أثناء العادة الشهرية، دي حاجة عادية جدا وحاجة مشهورة، ولو حضرتك بتعملي بعض التمارين لظهرك بيحسن أداء الشرايين والأوردة في الحوض، بيقلل الحكاية دي، وكل حضرتك ما تعملي تمارين أكتر الألم دي تقل، طالما الألم دي ما بتسببش تسميع في الرجلين أو بتخليك تقدرش تمشي. حتى رجلي مبتسم كانت بيجلي احيانا. طيب حاضر حكمنا حضرتك. حاضر. زي ما كنت بقول على موضوع العصب الخامس والالام بتاعته، وان احنا هنتكلم بالتفصيل عنه شويه. معنا اتصال. استاذ خالد من القاهره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور معايا؟ اتفضل حضرتك. ايوه دكتور، انا عندي الام في العمود الفقري في الظهر. تمام. ومؤثر على كل المفاصل في الناحية الشمال، يعني ايدي الشمال في كل المفاصل ورجلي الشمال برضه في كل المفاصل. يعني الألم عندك في الظهر وفي المفاصل؟ وفي الرقبة من الناحية الشمال برضه، كله في الناحية الشمال والمفاصل الشمال، ناحية الجنب الشمال كله. طيب ما بين المفصل والتاني في ألم؟ يعني ما بين مفصل الكوع والكتف مثلا في ألم؟ ما بين الكتف والإيد في ألم؟ طيب معنا ابو احمد من القاهره اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. والله دكتور بنشكركم على جهودكم ده، والله ربنا يبارك فيك. لسمحت دكتور، انا عندي مشكله كده غريبه بتحصل لي، كل ما مثلا اكل لحوم او اكل مثلا بقوليات او حاجه زي كده اقوم الصبح عندي وجع في اسفل الظهر، فحتى باخد فوار اللي هو ازاله حمض اليوريك اسيد ده. تمام. فلما باخد الفوار ده بستريح، ظهري ما بيوجعنيش، لو بطلته نفس الموضوع نفس الاعراض بترجع لي، وجع في اسفل الظهر خالص، في اسفل خالص، وبيجي وجع بسيط كده في المعضله في المقعده. تمام. في الناحيتين كده، الوجع ده بيجي لي يعني لما اكل لحوم او اكل بقوليات او بطل الفوار ده. طيب ما هو حضرتك الموضوع واضح بالنسبه لحضرتك اهوت، بالنسبه لليوريك اسيد وارتفاعه. هو ده سبب الالم المباشر بالنسبه لك. ايوه. فحضرتك محتاج تروح لحد من الزملاء. معلش يا دكتور هقفل واتصل بك عشان صوتك جدا. طيب اتفضل حضرتك. اتفضل. معنا الاخ ابراهيم. بني سويد اتفضل. يا باشا. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا باشا انا عندي مثلا انا مرات للطبيب ما اقدرش ان انا اغمض عينيا ولا اصري، وحنكي بيطلع هوا من جنبي من جنب الشمال ما اعرفش اتحكم فيه، وجسمي الشمال ده كله فقالي ده انا ده عصب سابع. عصب سابع اللي هو مأثر معاك في التنشر ده. تمام. وايه المشكله دلوقتي يا ابراهيم؟ طبعا قال لي اعطاني علاج وبرضه يا باشا وطي التلفزيون شويه واسمعنا حضرتك من السماعه. ايوه باشا. بقالك قد ايه يا استاذ ابراهيم؟ بقالي 3 4 ايام. 4 ايام. بقالي تمام. وخدت علاج للعصب السابع. خدت علاج ساعتك وعطاني حقن وعطاني علاج وقال لي شوف برضه شوف طبيب مخ واعصاب وبتعمل علاج طبيعي ولا تعملش؟ لا هو قال لي انا رحت برضه لا ما بعملش ساعات. طيب يا استاذ ابراهيم احنا اتكلمنا على موضوع العصب السابع، وبقول لحضرتك تجنب التعرض المباشر لتيارات هواء بارده، سواء كان شباك مفتوح او ما ساقعه او انت خارج من مكان دافي فجاه طالع في الهواء، ده اهم حاجه.
الحاجة التانية انتظم في العلاج على الأقل من شهر لشهر ونص لحد العصب ده ما يتحسن، واعمل جلسات علاج طبيعي 3 مرات في الأسبوع، ودكتور العلاج الطبيعي بينصحك ببعض التمارين أنت ممكن تعملها في البيت. لما تستمر على العلاج الطبيعي والعلاج والتمارين بتلاقي العصب السابع نفسه تحسن بشكل كبير جدا والمشكلة انتهت تماما، بس دي بتاخد زي ما قلنا حوالي من شهر إلى شهر ونص. معنا الأخ وحيد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور، أنا واقع من الدور الثالث، انكسرت عند الفقرة الأولى تحت، عملت العملية الحمد لله يعني، ولكن الدكتور خد مني عظمية كده من بيقول لي اسمها بنك الدم، بنك العظم. خد منك عظمية من عظمية كده وحطها لي مع الفقرة يعني، وعمل مرة عملتلهم جراحتين، بس للأسف تعبان لسه شوية يعني، بقى فترات طويلة في شغلي فتعبان شوية، مكان العظمية اللي قصاها مش المكان العملية، مكان العملية كويس الحمد لله. من الحوض؟ العظمية اللي قصاها تعبان شوية بس. العظمية اللي قصاها لحضرتك من الحوض؟ آه. في ألم فيها؟ في ألم زي تنميل كده من يوم ما عملت عليها من حوالي 9 شهور. لكن في تنميل كده ما زال فيها يعني، وألم بسيط كده. طيب، لكن مكان العمليه كويس مفيش مشكله فيه؟ مكان العمليه الحمد لله كويس، طبعا لما اجي اوطي يعني فجاه ولا كده او شحه تقيله بتعبني شويه بس. طيب، هو المفروض بينصحك بعد عمليه تثبيت الفقرات الكسور دي كده انك تعمل علاج طبيعي وبعض التمارين. سالته حضرتك قال لي لا، انا ما بتعملش علاج طبيعي. طيب يا استاذ وحيد، حاضر. معنا ابو دعاء، اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش يا دكتور، انا كلمت حضرتك من من دقايق، كلمت حضرتك. تمام. وحقيقه انا قلقت جدا على البنت، ويعني كنت متخيله ان الموضوع ابسط من كده، دي كده هتبقى حاله مزمنه بقى وفي مخاطر للعمليات، دي حاجه في المخ. لا حضرتك، هو موضوع العصب الخامس ده زي ما قلت حضرتك كده وجاوبت، ان احنا ما بنعملش عمليات في السن الصغير الا لما نتاكد ان مفيش اسباب. مفيش ايه يعني؟ الأول في علاج العصب الخامس في السن الصغير هو العلاج بالإشعاع. بالإشعاع. أيوة. ده لو ما استجابتش الأدوية. أيوة. يعني الأول يعني علاج. إحنا مش هنبتدي نلجأ للموضوع ده إلا الأول لما نشوف الأدوية. بالضبط حضرتك. الأول بتاخد أدوية، ما استجابتش ننقل العلاج الإشعاعي، ما استجابتش ننقل العمليات. طيب إحنا دلوقتي بقى لنا سنة بناخد أدوية، ممكن يكون في أدوية تانية ممكن تجيب نتيجة؟ والله حضرتك احنا بنحتاج الاول المرضى تفحص كويس من حد من الزملاء، وبنعمل اشعاعات لتقييم العصب ده عند المنشا بتاعه من جذع المخ، وبعد كده بنقرر الادويه اللي تاخدها ايه، سواء كان نوع او نوعين او 3 او بنزود حجم الادويه حسب ما نشوف حاله المريض. ايوه. وبعد كده نقرر لو ما استجابش الدواء ان احنا نقرر نعمل جاما نايف او هنعمل عمليات لو في حاجه نقول لحضرتك عليه. طب عفوا، هو مفيش اي احتمال ان دي تكون حاجة من الفك مثلا، من حركة الفك؟ عشان انا برضو وديتها اسنان، عشان انا بجري ورا كل الاحتمالات. تمام. ففي حد قال لي ان ممكن يكون في خلع في الفك. هي في مشكلة لما تيجي تفتح بقها او لما تيجي تاكل؟ مش باستمرار يعني، لو حاجة معينة حصل كده لا اراد يعني عفوية كده في لحظة يحصل ترقعة ويحصل ان هي بقى يسمع بقى ويجيب لها الالام دي كلها. يعني حضرتك بيحصل لها ترقعة في مفصل الفك نفسه؟ طيب انا برضو حضرتك رأيي انك تستشيري حد من الزملاء بتوع الوجه والفكين. مخ واعصاب؟ لا، في زملاء بتوع الوجه والفكين في الاسنان. بيقدروا يقيموا المفصل ده ووظيفته عامله ازاي؟ ايوه. وهل هو في مكانه او حصل لما كان الخبطه دي كده اثرت على الفك نفسه في المفصل ده؟ لان حضرتك ما قلتيش ان في ترقعه بتحصل في الفك. لان الترقعه دي احيانا بتدي الام للعصب ده مشابهه لالام العصب الخامس العادي. ايوه. لان العصب الخامس جزء منه بيمر ورا مفصل الفك ده. ايوه. ولما بيحصل مشكله في الفك ممكن يديك الالام دي، فلو في مشكله في الفك وعالجناها ممكن الالم تختفي. طيب ربنا يصلح الحال. ربنا يصلح الحال. احنا بنتكلم على موضوع الالم بتاع الظهر، وهي اكتر المشاكل الموجوده حاليا، وبنقول الوقايه خير من العلاج. الوقايه بالنسبه لنا ما هو الا جزء من التمارين بشكل منتظم، ربع ساعه الصبح وربع ساعه اخر النهار، مهما كنت بشتغل مش هبدا احس بالام في الظهر. ولو بدات الالام دي تزيد معايا او بدات احس في رجلين محتاجه استشير حد من الزملاء.
الاخ ابو احمد كان بيتكلم على انه لما بياكل بقوليات او لحوم يحس بالم في جسمه كله، وده عاده بيبقى من ازاله اليوريك اسيد، وفي بعض الاجسام بيبقى عندها القابليه لزياده حمض اليوريك عن افرازه العادي في البول. فالحقيقه هو لو استشار حد من الزملاء بتوع الروماتيزم هيقول له ممنوعات الاكل بالنسبه له كلها ايه غير البقوليات واللحمه وطرق العلاج بتاعته، وفي بعض الحاجات بيقدر يعملها يتجنب بيها ارتفاع اليوريك اسيد علشان ما يحصلش فيها ترسبات في المفاصل وبتعمل مشاكل في المفاصل خاصه مفصل القدمين الاول الصباع الكبير. الاخ وحيد بالسعوديه كان بيتكلم على موضوع التنميل مكان الرقعه العظميه اللي خدها وعمل بيها كسر في فقرات الظهر. يمكن احنا دلوقتي بدانا نقلل موضوع استخدام الرقعه العظميه في عمليات العمود الفقري، وبنستخدم العظم اللي هو الصناعي، تبقى حاجه مصنعه شبيهه بالعظم بنستخدمها علشان تعمل لحم بين الفقرات. والالام دي او التنميل اللي مكان اثر الرقعه العظميه بتتحسن مع الوقت وبتختفي ومفيش مشكله منها. لكن الحقيقه انا بنصحه انه يتابع مع دكتور اللي عمل له العمليه ويستشيره في انه ممكن يعمل جلسات علاج طبيعي توالي عضله الظهر طالما الكسر نفسه لحم بعد كده، علشان ما حصلش نوع من الضعف، لان لما بثبت فقرتين في بعض او ثلاثه بيحصل نوع من الضعف العضلات في المنطقه دي نتيجه قله الحركه وتحميل على الفقره اللي فوقيها واللي تحتيها اكتر من العادي. الاستاذ خالد من القاهره كان بيتكلم برضو على الم الرقبه والظهر، هو نفس الكلام، احنا ما بنغيرش الاتجاه بتاع العلاج بتاعنا لعمل اشعاعات وبعض الادويه الا لما يكون عندي مشكله في الرقبه هتسمع في الكتف والدراع، او مشكله في الظهر بتسمع في الفخذ والرجلين. لما يبدا التسميع ده يحصل ده يبدا يقول لنا لازم نعمل اشعاعات، طبعا ده بعد استشاره حد من الزملاء. طيب لو الالم ده مجرد الم في الرقبه لما اقوم من النوم والم في الظهر والكلام ده زي بقول، بس احنا مجرد لو عملنا شويه تمارين بشكل منتظم بيختفي. الاخ ابراهيم بن السيف كان بيتكلم على موضوع العصب السابع وقلنا له هو لازم ينتظم، يعني الكلام محدد في الانتظام، ينتظم في العلاج والعلاج الطبيعي ومتابعه الدكتور بتاعه وبعض التمارين بيعملها وانه يحرص من ثلاث هواء البرد. الكلام ده بيديله في الاخر نتيجه كويسه، لو بدا يهمل في جزء من الاجزاء دي كده بيبقى نسب التحسن متفاوته حسب متابعته. الاخت اسلام من السودان كانت بتتكلم على جزئيه تانية خالص الا وهي احد اسباب الام الظهر وهي العاده الشهريه. الحاله لما بيحصل احتقان في الحوض لاسباب متفاوته سواء كان التهابات في مجرى البول والتهابات في الجهاز التناسلي بالنسبه للراجل او للست، وبيعمل احتقان في الحوض يبدا يدي احساس بالالم في الظهر، والالم ده مجرد التهاب يروح يختفي، والشخص اللي عنده كده بيبدا يلاحظ ان موضوع الالم ده بيجي مع الموضوع ده ويختفي، يعني العاده الشهريه يحصل معها الم تخلص العاده يبقى الالم اختفى. زي ما بنقول لو بعض الادويه بتتاخد بتقلل احساس الاحتقان ده في الحوض ومع بعض التمارين بيختفي الحكايه دي، وكل الشخص ده ما بيكبر في السن شويه بتبدا الالم تختفي شويه بشويه. طيب لو في التهابات مزمنه بقى في المثانه او في الحالب او وسط حتى الكلى والالام دي بتروح وتيجي وكل مره بيجي فيها التهابات والم يعمل الم في الظهر، لا احنا زي ما بنقول احنا بنعالج السبب اهم من علاج العرض. طالما السبب عندها التهابات في المثانه او في الحبل في الحالب او في الكلى بعالج الاسباب نفسها تؤدي الى تحسن الاعراض، وليس ان انا اعالج بس مجرد الم الظهر واسيب السبب الرئيسي موجود. طيب ناخد جزئيه صغيره قوي عن موضوع العصب الخامس. زي ما بنقول هو مسؤول عن الاحساس في الوش، والجزء الثاني مسؤول عن الحركه بتاع العضلات بتاع المضغ. معانا اتصال ام عبد الله من الجزائر، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور انا عندي مشكل في الظهر، عملت اشعه قالوا لي ان الاعمده الفقريه تباعدت عن بعضها واصبحت تتحكك في العروق، ويحدث لي الم في رجلي اليمنى واليسرى، يعني الم كثير، واعطوا لي حقن
حتى الألم هذا يذهب عني، لكنه بدون جدوى، بل أثر فيه في أصبح عندي دوخة في رأسي. و يعني ما هو الحل؟ يعني حضرتك عملت الأشعة اللي عملتيها أشعة عادية ولا أشعة رنين مغناطيسي؟ لا، أشعة عادية. يعني أشعة عادية؟ نعم. ولا حضرتك إن في تزحلق فقرات؟ نعم، الفقرات تتحكك مع العروق فتحدث تلك الآلام. طيب المشي مع حضرتك أخباره إيه؟ بتمشي كويس؟ يعني لا، تؤلمني رجلي، وعند صعود السلم كذلك، وعندما أجلس كثيرا تؤلمني، يعني لا أستطيع يعني ظهري من وراء يؤلمني كثيرا، يعني لا أستطيع الوقوف والقعود كثيرا. طيب حضرتك قالوا لي بسبب أنك حملت شيئا ثقيل حدث لك ذلك. هو حضرتك محتاجة تعملي على الأقل أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية، ده أبسط أشعة ممكن تعمليها. بعد ما نعمل الأشعة دي نقدر نقول لحضرتك حضرتك محتاجة تاخدي أدوية أقوى من اللي أخدتيها قبل كده، أو محتاجة تدخل جراحي، أو محتاجين نعمل علاج طبيعي، أو في نسبة خشونة قوية جدا محتاجة جزء من العلاج خاص بالخشونة غير علاج ألام الظهر العادية. يعني يشفى ذلك المرض إن شاء الله بإذن الله، بس حضرتك لما تعمل الأول أشعة رنين مغناطيسي. يعني وفي على العمل في البيت، يعني لا يوجد خطورة يعني عملي في البيت؟ ما هو الأول حضرتك تعملي أشعة رنين الأول. نعم. نقدر نقول بعديها الحالة بتاعت حضرتك محتاجة علاج أو محتاجة تدخل جراحي حسب ما هنشوف. نعم. الأشعة نقول حضرتك العمل إزاي، لكن لحد ما تعمل الأشعة ينصح أنك تستريحي. معنا الأخت حبيبة بورسعيد، فضل حضرتك. أيوة فضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي أنا بشتكي من ركبتي، كان فيها مية والتهاب العصب، فالدكتور كتبت على الستين وكمريكا. طيب زي ما بنقول احنا بنتكلم على موضوع العصب الخامس والمشاكل بتاعته، لأن الناس مش متخيلة أن العصب الخامس ممكن يعمل ألم بشكل رهيب جدا ما بتحسنش إلا مع بعض الأدوية، والأدوية دي تبقى مسكرات قوية قوي، والمريض أحيانا بيحتاج منها جرعات كبيرة. العصب الخامس زي ما قلنا بيطلع من جزء المخ، ليه فتحة معينة في الجمجمة يبدأ يخرج منها، يبدأ ينقسم لجزء حسي وجزء حركي. الجزء الحسي هو اللي بيعمل الألم دي، والألام دي ممكن تتقسم على ثلاث أجزاء في الوجه، جزء بيروح للفك السفلي، وجزء بيروح للخد، وجزء بيروح لمقدمة الرأس من فوق اللي هي فوق العين. دولت الثلاث أجزاء بتوع العصب أو الجزء الحسي من العصب الخامس، وممكن الألم يجي في جزء واحد منهم أو في الثلاثة، وكل واحد من الثلاثة دول كده ليه طرق في علاج مختلف عن التاني، سواء كان بقى في الأدوية أو في العمليات، وأحياناً بيبقى فيه حاجات مصاحبة للألام دي وبتزودها، زي مثلا لو الجزء العلوي فوق العين هو المشكلة بيبقى التهاب الجيوب الأنفية يزوده. طيب لو على الخد نفس الكلام، لو عندي التهاب في مفصل الفك أو التهاب في الجيب الأنفي أو التهاب مزمن في الأنف نفسها، ولو عندي في الجزء السفلي بيبقى نفس الكلام بالنسبة للفك. معنا الأخ أيمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. لو تكرمت، انا كان عندي نفس المشكله اللي الاخ ربيع اتصل بحضرتك عليها. تمام. ربيع من السعوديه. اتفضل حضرتك. وتعالجت الحمد لله رب العالمين، يعني وما فيش اي الام. فانا كنت متصل على اساس لو هو يتواصل معايا انا هنا في السعوديه برضو، على اساس ان شاء الله ندله يعني. طيب سيب رقم حضرتك في الكنترول وخلي الاخ ربيع هو ان شاء الله يتصل على الكنترول، اديله رقم حضرتك ويتواصل معاك، وان شاء الله يعني يتعمل له عمليه ويبقى كويس باذن الله. الأخت حابة تتكلم على موضوع الألم بتاع الركبة وكده، ودي ألام خاصة بالمفاصل سواء كان من الزملاء من العظام أو من الروماتيزم، هم متخصصين في العلاج سواء كان علاج دوائي، سواء كان بعض الحقن بتتاخد في المفصل لو في خشونة زايدة، وأحيانا لو في نقص في السائل نفسه بتاخد حقن في المفصل لقلة السائل ده. يمكن احنا بعدنا شوية عن موضوعنا العصب الخامس والسابع، لكن
كتر الاتصالات على موضوع آلام الظهر بالذات. إن شاء الله هنتكلم على المرة الجاية وبالتفصيل وبعض الصور على موضوع الانزلاق الغضروفي، مشاكله إيه لو صغير، مشاكله إيه لو كبير، إجراء العمليات بتاعته والنتائج بتاعتها، وهل في تحسن كامل لعمليات الغضروف بس. طيب لو في غضروف في تزحلق الفقرات أو كسر فقرة معينة، التحسن بتاعها بيبقى عامل إزاي؟ إن شاء الله نتكلم عنه في المرة الجاية. أرجو أن أكون وضحت بعض النقط الخفية شوية في العصب السابع والخامس علاجها والتفاصيل بتاعتها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى والمسلم أغلى ثروتنا.